استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرام، أنهت ملاكات قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة أعمال تنظيف قبة مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام وغسلها لإدامتها والمحافظة عليها بما يضمن عدم تضررها جراء الظروف الجوية التي قد تؤثر على لمعان البلاطات الذهبية وبريقها. قدوم شهر محرم الحرام ولتوجه العالم الإسلامي وغيره إلى القباب الذهبية في كربلاء المقدسة، قبة حرم الإمام الحسين وقبة أبي الفضل العباس، لتبديل راية القبة إلى راية الحزن إلى راية المصيبة، وبما أن جميع العالم يتوجه إلى هذه القبة كان ولا بد من تهيئة بعض الأمور في هذا الحرم الشريف، ومنها غسل القبة الشريفة في هذه الأيام لإظهار نصاعتها أمام الناظرين. والحمد لله لدينا ومنذ سنين منتسبون متخصصون بهذا العمل يقومون بغسل هذه القبة لمدة 4 أيام. أعمال التنظيف رعي فيها عامل الزمن والدقة في العمل، وبما يسهم في إظهار القبة المطهرة بأجمل صورة وأبهى حلة تليق بقدسية صاحب المرقد الشريف، وباستخدام مواد تنظيف ومعدات خاصة لا تؤثر على البلاطات الذهبية.